ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. رحمك يا ربي رحمك يا ربي يا رب يا غافر الذنب يا قابل التوب رحمك يا ربي رحمك. الدعوة إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونلتقي معكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي الدعوة إلى الله تعالى. في هذه الحلقة أعزائي نستضيف فضيلة مولانا رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سماحة الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى. بداية نرحب بفضيلة مولانا الشيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. أعزائي في هذه الحلقة نتناول بعض من المواضيع والاستفسارات مع فضيلة مولانا رئيس المجلس حول قرب شهر رمضان الكريم وما تعيشه بلادنا هذه الأيام من الأزمة الاقتصادية بسبب إجراءات أخذ الحيطة والحذر تجاه تفشي فيروس كورونا، وكذلك بعض من الأمور الأمنية التي تخص البلاد. في هذه الحلقة يسرنا فضيلة الشيخ أن نستضيفكم، وكذلك نطرح إليكم بعض من الأسئلة والاستفسارات التي ربما تفيد السادة المشاهدين. فضيلة الشيخ، نحن في هذه الأيام نعيش أيام عصيبة وعلى قرب شهر رمضان، حلول شهر رمضان الكريم. فضيلة الشيخ، هذه الأيام اتخذت الحكومة بعض من الإجراءات وكذلك بعض من القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية لصالح الشأن الاجتماعي في هذه البلاد. هذه القرارات أثلجت صدور كثير فضل الشيخ من المواطنين في ظل الأزمة الراهنة. فضل الشيخ، كيف تسمنون هذه القرارات بصفتكم كجهة راعية للشأن الإسلامي في هذه البلاد؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد حقيقة يعني أشكركم على هذا اللقاء وهذا البرنامج الكبير الذي يكون منبرا لتوصيل كل ما فيه فائدة للمجتمع. في المقام الأول يعني نتقدم يعني بالتهنئة الكبيرة لقائد هذه السفينة ولجيشه البطل للانتصارات العظيمة التي تحققت على أيديهم في هذه الأيام. أيضا كذلك أنا أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الشهداء الذين سقطوا في ميدان الشرف للدفاع عن هذا الوطن المبارك، وكذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الجرحى، أن يمن عليهم بالشفاء العاجل. طبعا نحن اليوم نحن إذا كان رجعنا لهذا المجتمع، ومعروف أن الحاكم هو نتاج المجتمع، حقيقة نجد نفسنا نحن في حالة يعني حالة عظيمة خلف قائد عظيم يشهد له هذا التاريخ حقيقة. وطبعا بالماضي يتبين فضل الحاضر حقيقة. تشاد كانت يعني ممالك مقطعة يعني مشرزمة في ذاك الوقت، كل مملكة يعني تختص بحالتها، ثم بعد ذلك جاء الاستعمار زاد من تفتت المجتمع ومن تفتت هذه
ومن تقاطع هذه الممالك، ثم بعد ذلك يعني استطاع أن هذا الاستعمار أن يفتت كل الوشائج التي تربط المجتمع بعضه مع بعض على قاعدة فرق تسود. ثم بعد ذلك طبعا الشعب هذا سار على هذه الحالة وكافح، ولكن طبعا يعني الكفاح المسلح الذي يعني كان قطع زمن طويل، ثم بعد ذلك تمخض عنه في الأخير يعني حكومات ضعيفة بعد رحيل الاستعمار، حكومات ضعيفة جدا هي أيضا كذلك لا تستطيع أن تلبي حاجة الشعب. ومن أجل ذلك يعني قامت حركات وأفكار بعد ذلك، ويعني رأينا في الأخير انقطع الدكتاتورية بحتة، فهي يعني أخذت البلد وقبضت عليها بقبضة من حديد. وهذه يعني الشعب أيضا كذلك لا يرتاح، لأن يعني القتل والتشريد وما شابه ذلك، فهذه لا تأتي بخير. ومن أجل ذلك برز هذا القائد العظيم، برز عن هذه الحالة وكافح من أجل تحرير هذا المجتمع، ثم بعد ذلك جاء بقولته الكريمة الكبيرة، قال لهم جئتكم بالحرية والديمقراطية. فقائد مثل هذا طبعا لا نتوقع منه إلا الخير، ولا نتوقع منه إلا القرارات الصائبة التي ترقى بالبلد. وبحمد الله في غضون 30 سنة يعني وجدنا نحن نفسنا، وجدناها نحن نعلو عن العالم. جميل، في تقدم، في تقدم كبير. من أجل ذلك يعني وصلنا لهذه الدرجة، الدرجة الكبيرة التي يعني يحس بها العالم كلنا، نحن وجدنا نفسنا، نحن لنا قيمة ولنا مكانة. من أجل ذلك يعني هذه القرارات ليست مفاجئة، وإنما هي هذا إنسان ربنا سبحانه وتعالى منحه الخير، ومنعه محبة هذا الشعب، ومنعه محبة هذا الوطن، وأخلص النية في هذا. ومن أجل ذلك كل قراراته وصلت بنا إلى هذا الرقي الكبير الذي نحن الآن نعايشه في هذا الوقت. من أجل ذلك يعني هذه القرارات ستسيدنا تقدما. نحن بحمد الله منذ هذه السنوات كلها نتقدم خطوة فخطوة، خطوة فخطوة. نحن الآن رغم أن العالم الآن يتعثر تعثر كبير بسبب هذه الأمراض، وبسبب الإرهاب، وبسبب كذا وبسبب كذا، ولكن نحن بحمد الله نتقدم في هذا ونحافظ على الموروث وعلى الموجود، ثم بعد ذلك نتقدم خطوات وخطوات في هذا المجال. حقيقة يعني الإنسان يكتشف أن الشعب التشادي له أصالة، له أصالة كبيرة نراها عندما أمس وقعت هذه الواقعة، واقعة الإرهاب، كلهم التفوا حول قائدهم، كبير وصغير، مرء وراجل، كلهم يعني الشعب كل الشيخ عبر عن دعمه ومساندة للرئيس بلا شك. وهذا نراه ماسل في الأعمال التي قاموا بها في هذه الأيام، الكل يتسابق إلى أن يبرز دوره في هذا المجال. من أجل ذلك يعني الشعب التشادي أثبت جدارته، وأثبت يعني مكانته وأصالته في هذا المجال. والتفافه حول القائد هذه هي التي يعني تجعل كل شيء يتيسر بتيسير الله سبحانه وتعالى. ومن أجل ذلك القائد المخلص لهذا الوطن ولهذا الشعب اتخذ هذه القرارات. وهذا فتح مجال بالنسبة لنا نحن، فتح مجال بالنسبة للمجتمع، ويعني وضع خارطة الطريق، وأيضا كذلك وضع منهج لكي نسير على هذا. لأن إذا سرنا على هذه التوجيهات التي وجهنا إياها إن شاء الله سنكون بحمد الله سبحانه وتعالى يعني في مصاف الأمم المتقدمة، وكذلك سنتقلب على ما نحن فيه الآن من هذه الأمراض الفتاكة، أيضا كذلك من الإرهاب الذي يتحرش بنا في كل وقت وفي كل أوان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيد هذا القائد، وأن يأخذ بيد الشعب الأصيل،
الشعب المبارك يأخذ بيده إلى يعني إلى التوفيق والحفظ والرعاية إن شاء الله. طيب أثابكم الله فضيلة مولانا رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سماحة الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى على هذا السرد الذي فضيلة الشيخ أكدتم فيه رضاكم عن المسيرة الذي يقوده فخامة الرئيس منذ دخول فجر الحرية والديمقراطية وحتى وقتنا الحالي الذي أثبت فيه حبه لهذا الوطن ولهذا الشعب والشعب من جانبه أيضا ذكرت فضل الشيخ أكد تضامنه مع الرئيس خلال وقفته. فضل الشيخ كما قلنا نحن على مشارف شهر رمضان الكريم وبصفتكم فضل الشيخ كجهة راعية للشأن الإسلامي في هذه البلاد وشهر رمضان أيضا ركن أيضا من أركان الإسلام فضيلة الشيخ ويهمكم ويخصكم كجهة مسؤولة عن الدين، هناك أسئلة فضيلة الشيخ استفسارات لدى كثير من المواطنين يتساءلون في وقت اتخاذ القرار للحكومة بمنع التجمعات، إذا جاء رمضان أكيد فضيلة الشيخ الناس لا 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 يجتمعون من أجل صلاة التراويح، ماذا يفعلون فضيلة الشيخ؟ حقيقة شهر رمضان هو شهر مبارك، شهر له مقامه في لدى المسلمين. حقيقة كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا عليه أو فتعرضوا لها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن هناك في أوقات هذه الأوقات تضاعف فيها الأجور وأيضا كذلك يعني تضاعف فيها البركات ويضاعف فيها القبول، من أجل ذلك لا بد من أن نتعرض لها ويعني نأخذ منها القسط الذي ينبغي أن نأخذه. وهذه النفحات طبعا تتمثل في ممكن نفحات يومية يعني أوقات الصلاة وغير ذلك، يعني اللي هو وقت السحر أيضا كذلك فيه القبول، ثم بعد ذلك الساعة ساعة الإجابة التي تدور بين ساعات اليوم. جميل. يعني أيضا كذلك ممكن هذه النفحات أسبوعية كصيام يوم الخميس أو يوم الجمعة يوم الخميس أو يوم الاثنين، وكذلك صلاة يوم الجمعة وما شابه ذلك، ويعني مثل هذه الأشياء الأسبوعية لا بد من أن يتعرض لها الإنسان أيضا كذلك بالإحياء. ثم بعد ذلك يعني فربما هناك الأشياء الشهرية كصيام 3 أيام من كل شهر وغير ذلك، أيضا كذلك النفحات السنوية، النفحات السنوية التي تتمثل في صيام 6 أيام من شوال وأيضا كذلك صيام 10 أيام من ذي الحجة وغير ذلك وصيام النصف من شعبان وغير ذلك. ثم بعد ذلك الموسم الأكبر والأعظم والأفضل والذي تضاعف فيه الأعمال مهما كان نوعها يعني تتضاعف فيه، وهو شهر رمضان المبارك. شهر طبعا يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهذا الشهر الذي نزل هو شهر رمضان له خصائص كبيرة. لم تتوقف على ليلة القدر وحدها، وإنما يعني له خصائص كبيرة جدا. جميل. من ضمنها ليلة القدر وأيضا كذلك نزول القرآن فيه وغير ذلك، وليلة 27 وغير ذلك، أيضا كذلك يوم بدر وغير ذلك، فمثل هذه الأشياء هو كلها موجودة في شهر رمضان. جميل. شهر رمضان هو طبعا كلمة رمضان هي مأخوذة من الرمض. جميل. وهو الإحراق، فهو يحرق الذنوب، أي يرمضها يحرقها، وهذا هو الشيء. والرسول صلى الله عليه وسلم وصف لنا أن شهر رمضان يعني هو فيه تصفد الشياطين كلها، مرضة الشياطين تصفت فيه، ومن أجل ذلك التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وعمل الخير فيه ميسور. الإنسان نفس الإنسان ده بيجد فيه يعني بيجد فيه يعني التيسير بالنسبة للأعمال الخيرة. فهذا هو شهر رمضان، وهو الآن قادم علينا، بعد أيام سندخل فيه والعالم كله سيدخل فيه، ونحن في منعطف تاريخي يعني عظيم كبير كبير جدا. نحن في هذه الأوقات يعني أوقات عصيبة حقيقة وللعالم كله،
ليس لنا نحن وحدنا، نحن بحمد الله سبحانه وتعالى فربما نكون أحسن حالا من غيرنا. فإذا هذا الشهر يحل علينا في هذه الحالة، ونحن نتفيأ ظلاله في الأيام القليلة القادمة. جميل. حقيقة هذا هو شهر التكافل فيما بين الناس في المجتمعات، هذا هو شهر التكافل، ينبغي أن نجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى، ثم نراعي الحالة التي نعيشها الآن، نعايشها بسبب هذا يعني هذا المرض. يعني هناك في توجيهات من أجل السلامة صدرت لنا من الحكومة، عدم التجمع في مكان واحد وأي كيفية أيضا كذلك لحمايتنا من انتشار هذا الوباء. ومن أجل ذلك يعني الحكومة وجهتنا على أساس أن نبتعد من الاجتماعات والتجمع في أي، سواء كان في الأسواق أو في المساجد أو في الكنائس أو في غير ذلك، كلها لابد من أن نجتنب التجمعات. في هذه الحالة طبعا يعني نحن إذا كان نظرنا المجال الذي ينبغي أن نتكلم فيه، وهو مجال العبادات. مجال العبادات عندنا نحن يعني المسلمين عندنا العبادات يعني اجتماعية تجمعية، سواء كان في الحج أو في العمرة أو في الصلاة، يعني صلاة الأوقات أو صلاة الجمعة أو ما شابه ذلك. طبعا هذه هي الحالات التجمعية يتجمع فيها الناس، لكن طالما هناك ضرورة لا بد من ترك هذه الأشياء، والعبادات هذه كلها تصح فردا كما تصح جماعة. بس الجماعة لها أجر زائد، وهذا الأجر الزائد على الفرد يعني ممكن أن نتركه طالما هناك ضرورة الجأتنا لهذه الحالة، مصلحة عامة، أو هي مصلحة عامة. طبعا الإنسان ما فربما أنت حامل للمرض ولا الآخر حامل للمرض، وعندما تلتقوا يعني ممكن هو يعديك أو أنت تعديه هو. فإذا في هذه الحالة وأنت لا تعلم، فربما أنت حامل للمرض وتمشي تؤذي الآخرين، لا، في هذه الحالة لا بد من الابتعاد من مثل هذه الأشياء. والرسول صلى الله عليه وسلم وجهنا حتى الإنسان يعني في الحالات الطبيعية إذا كان يوم الجمعة أكل له بصل أو ثوم وخشمة عفن، ما ممكن يمشي للصلاة، يعني يمنعوه ما يمشي للصلاة عشان يؤذي الآخرين بالرائحة فقط، فما بالك بكونه يعني ينقل المرض للآخرين، فهذا ممنوع. من أجل ذلك صلاة الجمعة لما لم تصح إلا بالجماعة يعني شرع لها بديل، وهي صلاة الظهر. فالناس يصلوا الظهر ويتركوا طالما، وده الشغل ده عام بالنسبة للمسلمين كلهم في جميع اليوم. يعني لو نظرنا نجد الكعبة مغلقة، المدينة المنورة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مغلق، القدس الشريف مغلق، كل الأزهر أيضا كذلك، التجمعات هذه كلها رأيناه أيضا كذلك. نحن هنا بحمد الله سبحانه وتعالى أيضا المسلمين فهموا هذه الغاية، والآن المساجد كلها مغلقة. فإذا الصيام بالنسبة للصيام من حيث هي عبادة فردية أصلا، ما مثل الصلاة. الصلاة يتجمع عليها، لكن الصيام من حيث هو لا، هما متطلب كون الصيام ده درجة واحدة بالنسبة للفرد، لا يزيد بتجمع الناس ولا ينقص، بل من الفرد هو درجة هي. من أجل ذلك فده ما فيه أي مشكلة في هذه الحالة، الصيام ما فيه يعني تساؤل. لكن بس فقط يعني اليوم التجمع لصلاة التراويح. صلاة التراويح هي أصلا هي كما كثير من الفقهاء وعندنا في المذهب المالكي هي مندوبة. هي مندوبة فقط. إذن فما بالك إذا كان تركنا الفرد بسبب العذر، بسبب السبب يعني اللي تركنا الفرض اللي هو الجمعة ذاتها تركناها بسبب الضرورة، فما بالك بالتراويح. بل التراويح هي حكمها مندوب، وهي الأفضل تصلى في البيوت. الفقهاء كلهم
يعني قالوا الأحسن والأفضل تصلى في البيوت لا في المسجد ولا في التجمع، لا قالوا يصلوها في البيوت هذا هو الأفضل. والشيخ الإنسان يصليها فردا ولا مع أهل بيته؟ ده هو أصلا هي الـ الـ النافلة الوحيدة التي أجيز فيها الاهتمام، أجيز فيها يصلوها جماعة. جميل. هي النافلة الوحيدة، النوافل الآخرة دي ولا بصلوها بجماعة، ما بصلوها فرد. جميل. كل إنسان بيصلي فرد بشيء. إذن في هذه الحالة إذا كان هو الإنسان ده يعني هو بيصلي في بيته ده الأفضل، وكلهم قالوا تصلى في البيوت ما لم تعطل المساجد. ماشي. إذا كان الصلاة في البيت أدت إلى تعطيل المساجد ففي هذه الحالة يعني الأحسن يتجمع عليها في المسجد، لكن الآن في ضرورة منعتنا من يعني الآن عطلنا المساجد كلها، فإذا هنا الآن هي في البيت فقط يصليها في البيت، لكن يصليها مع عياله وهذا هو الأفضل، لأنه هو إذا كان يستطيع يقرأ القرآن قراءة صحيحة وعياله ما بيقدروا يقرأ القرآن بهذه الحالة فإذا خلاص يجمعهم ويصلي بهم في مكان يصلي في داخل بيته ويصلي، وهذه هي الأفضلية. الآن لا عيالك هم ذات قارئين القرآن وما عندهم مشكلة بيصلوا، أي واحد يصلي فرد في مكانه في البيت ويصلوا أفراد، وهذا هو الأفضل. هو أصلا النوافل الأفضل فيها الانفراد لأنها أتعى إلى يعني الخشوع وأتعى إلى الخضوع وأدعى إلى الإخلاص، لأن ما بكون فيها يعني مراءة ولا رمأة ولا رياء ولا سمعة. فإذا في هذه الحالة هذا هو، من أجل ذلك أنا أقول التساؤل ذاته في حد ذاته ليس وارد. ينبغي أن يفهم الناس أن صلاة التراويح في البيت أفضل يعني لهم حتى في الأمور العادية، هي أفضل وأحسن في البيت، من أجل ذلك صلوها بدون أي مشكلة في داخل البيت، بس يصلوها يعني يصليها هو، إذا كان عياله مثل ما قلنا عياله إذا كان ما بيقدروا بيقروا خلاص يجيبهم يصلي بهم، إذا كان هم بيقدروا بيقروا كل كمان خلاص يعطوك اللي يصلي في حالة. هذه هي حالة بالنسبة للصلاة. أثابكم الله فضيلة مولانا رئيس المجلس الشيخ دكتور محمد خاطر عيسى على هذا الشرح الواضح والمفصل للسادة الذين يتساءلون عن صلاة التراويح في شهر رمضان الكريم. فضيلة الشيخ ذكر بأنه إذا لم يرفع قرار حظر منع التجمع فإن الناس يصلون في بيوتهم كما يصلون الأوقات حسب ما تطبيقا لقرار الحكومة. فضل الشيخ شهر رمضان الكريم فيه كثير من الناس فضل الشيخ يعانون، وأنتم وفي كل عام كدابكم توجهون التوجيه للناس مسألة الإنفاق والتكافل الاجتماعي في ظل الظروف الصعبة الحالية، فضل الشيخ ما هو توجيهكم لميسوري الحال من الأغنياء وكذلك المؤسسات الخيرية وأصحاب الخير للوقوف مع الناس خلال هذا الشهر الكريم من أجل مشاركتهم ورسم البسمة في وجوههم؟ حقيقة هو عمل الخير والتكافل الاجتماعي هو مطلوب في كل وقت، لأن المجتمع ده هو يعني مترابط وربنا سبحانه وتعالى ربط بينه، لأن الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، يعني فضل بعضنا على بعض في الرزق، لأن كل واحد عشان يجتمع يحتاج للآخر، سيد المال كله يحتاج للفقير، الفقري والفقري كله بيحتاج لسيد المال، وهكذا المجتمع كله خلق الله بيجتمع في هذه الحالة. المال اللي بيجي في يد الغني وغيره فهذا المال هو حقيقة مال الله سبحانه وتعالى، مثل ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني المال مالي والفقراء عيالي والأغنياء وكلائي، فمن ضل بمالي على عيالي يعني الفقراء عيالي وذول وكلائي يعني الأغنياء وكلائي، فمن ضل بمالي على عيالي أدخلته ناري ولا أبالي. فإذا يعني التكافل الاجتماعي يعني ده مطلوب في كل وقت،
لأن يعني الإنسان رب سبحانه وتعالى أقام في هذا المقام، لأن الناس كلهم لهم مقامات. هناك إنسان يقيمه الله سبحانه وتعالى في مقام الأسباب، يفتح له كيفية التجارة، كيف يستطيع أن يكسب المال، ما شابه ذلك. له عباد آخرين كما ما بيطيهم الخاصية دي، واحد ما بيعرف كيف يكسب مال ولا شيء من النوع ده. فده يعني ربنا سبحانه وتعالى بوجه صاحب المال ده عشان ينفق على ده، لأنه ده كله كمان له خاصية آخرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني ترزقون يعني بفقرائكم، ترزقون بفقرائكم. فإذا في هذه الحالة ينبغي أن نفهم هذا الفهم الواسع. ثم بعد ذلك يعني لما كان شهر رمضان فيه تضاعف الأعمال وتضاعف فيه الأجور، ففي هذه الحالة الأمر يتأكد، والحاجة فيه تكون أكثر، حاجة الفقير في رمضان تكون أكثر. ومن أجل ذلك لا بد من الإنسان يعني الذي فتح الله سبحانه وتعالى له بالرزق، ينبغي عليه أن يشد المئزر أيضا كذلك وينفق يعني على هذا الفقير الذي كلفه الله سبحانه وتعالى، هو الذي كلفه بالإنفاق على الفقير. من أجل ذلك يعني لا بد من أن ينفق، سواء كان اللي هو رجل أعمال أو أيضا كذلك إذا كان موظف له رزق كبير، أو أيضا كذلك المؤسسات والمنظمات الخيرية التي هي تعمل في هذا المجال، ينبغي عليها أن تشد المأزر في هذه في مثل هذه الأيام، وخاصة نحن يعني ندخل رمضان ونحن في هذا الحالة، الحجر الصحي والانفصال مع بعض، وأيضا كذلك يعني تعطيل بعض المؤسسات الاقتصادية وغير ذلك، وأيضا كذلك السوق وغير ذلك. فإذا الآن نحن في هذا رمضان الذي يأتينا يعني بعد أيام بحاجة كبيرة. ومن أجل ذلك لا بد من يعني نحاول عشان نخفف من الإنسان الضعيف، الإنسان المعدم، لا بد من أن نحاول أن نخفف عنه هذه الوطأة الكبيرة وعليه. فإذا أنا يعني وجه الدعوة إلى جميع أهل الخير وعن أهل العطاء، الحالة يعني بتبدأ من يعني مثل ما الرسول صلى الله عليه وسلم وجهنا عندما السيدة عائشة سألته، قالت له من أين أبدأ في الإنفاق؟ طبعا الإنفاق أصلا أولا كده يبدأ من الأقربين، من الأقربين دول ده تنفق عليهم، ثم بعد ذلك الجيران والجار الأقرب لك بيت، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب لك بيت. فإذا في هذه الحالة يعني الإنسان يتوسع، الذين يعني يكونون معه في البيت ينفق عليهم، يوسع عليهم، وأيضا كذلك الجيران لا بد من أن يتناولهم بفضله. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إذا كان الواحد يعني إذا كان جاء وعمل له يعني عمل له يعني جاب له لحم من السوق، وبعدين ركبه بيدور بيسوي له مرقة، بيدور بيسوي له ياك، بيدور بيسوي له كذا، يعني قال زيتها، وبعد ذلك وزع للآخرين أيضا كذلك، وما تخلي الريحة هنت اللحم وهنت الأكل وتمشي للآخرين وهم جعانين بطونهم بترقي، وإنت كمان بتاكل هنا وحيدك، لا 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 بد من تطيهم. فإذا هذا هو التوجيه النبوي الكريم للمجتمع كله. فإذا كان طبقنا هذه التعاليم التي جاءتنا من رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم، سوف لن تكون هناك حاجة، الكل يرتبط بعضه مع بعض. وطبعا معروف أن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، فإذا كان أنت أحسنت لجارك وما شابه ذلك، ففي هذه الحالة هو بحبك، هتبقى المودة والمحبة فيما بيننا إن شاء الله. أثابكم الله على هذا التوجيه للإخوة بمناسبة شهر رمضان الكريم. أيضا فضل الشيخ، هناك من هم الأغنياء فضل الشيخ الذين يخرجون الزكاة في رمضان، ونحن فضل الشيخ قبل شهر رمضان بحاجة إلى التكافل والتعاون، هل فضل الشيخ يمكنهم إخراج هذه الزكاة قبل رمضان بأيام حتى يمكنون الإخوة من قضاء حاجياتهم؟ لا، هي الزكاة
الزكاة ما شيء فريضة فرضه الله سبحانه وتعالى يخرجه الإنسان، يعني يخرجه، هذه فريضة مفروضة وليست يعني مندوبة له يسلها ولا يسلها، لا، وهي مربوطة بزمن، ما مطلقة، لا، عندها زمن مربوطة به. الزمن المربوطة به زمن ملك النصاب، الإنسان ده في الشهر ده أو في اليوم ده ملك النصاب، ففي هذه الحالة بيقول له خلاص استقبل الحول، ملك النصاب ده استقبل الحول لحد ما الحول ده يجيك، خلاص يوم حال عليه الحول ففي هذه الحالة يسلها، سواء كان الشغل ده في رمضان في الفطر، في وين، في شعبان، في رجاب، في أي مكان، طالما حال عليه الحول ففي هذه الحالة يسل الزكاة. فإذا يعني ما شرط اللي النادم انت تقول اللي بسلها في رمضان، لا لا لا، ديك الصدقة المندوبة، الصدقة المندوبة دي إذا كان بسلها في رمضان بتكون أجرها بيكون مضاعف. فإذا يعني الزكاة هي مربوطة بالحول، الحول الذي يحول عليها، ففي هذه الحالة هي مربوطة به إن شاء الله. فضل الشيخ، وأيضا في هذا الشهر الكريم الناس بحاجة إلى توجيهاتكم، بحاجة إلى نصائحكم، في نهاية هذه الحلقة ما هو توجيهكم للإخوة في هذه الأيام العصيبة حضرتك؟ والله الحقيقة يعني أقول ما أكثر العبر وما أقل المعتبرين. نحن اليوم في حدث كبير، هذا الحدث الذي تحدث عنه العلماء من قبل أكثر من 700 سنة، وهو حدث الكورونا ده تحدثوا عنه من ذاك الوقت وحتى الآن، يعني ده حصل، والعالم الآن كله في هرج ومرج، نسوا كل شيء، كل اللذات الدنيوية وغيره وما شابه ذلك، نسوا كل شيء. اليوم كل الإحساس مربوط بهذه الجائحة الكبيرة التي اجتاحت العالم في هذه الأيام. إذن الآن يعني الإنسان لا بيفكر لمال ولا بيفكر لجاه ولا بيفكر لعظمة، بل هو خائف لنفسه وخائف لمجتمعه وهكذا. هذا يعني نحن إذا كان رأينا هذا فنجد هناك عبرة كبيرة جدا لنا، ونعلم أن الأمور كلها ترجع لرضا الله سبحانه وتعالى. ينبغي علينا أن نرجع إلى رضا الله سبحانه وتعالى ونطلب منه هو، لا نقول المال نكدس في أوروبا ولا نكدس في هذه الحالة، ما الذي ينفعنا من هذه الحالة؟ فينبغي لنا اليوم أن نعتبر ونعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك هذا الكون، والسعادة سواء كان سعادة الدنيا أو سعادة الآخرة لا تكون إلا في رضاه هو، ومن أجل ذلك لا بد من أن نتجه إلى الله سبحانه وتعالى ونضرب برضاه، بالمال الذي نملك، بالجاه الذي نملك، بالمقدرة الذي نملك، بأي كيفية كانت، ينبغي علينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونطلب منه الرضا. وهذا هو الشيء الذي يعني يؤمن لنا كل شيء حقيقة. نسعى يعني الحادثة اليوم ذاك حدثت في الدول الاسكندنافية دي، واحد ملياردير وسقط من راس قصرة بس وقع، سبب شنو؟ قال خلاص الدنيا ما نافعة، لأن يعني عائلة كلها الكورونا كترتهم، ثم بعد ذلك هو ملياردير. وقال المسلمين لهم إله وهم مؤمنين، ما عندهم شيء آخر، لكن هم اليوم أقوياء، ونحن عندنا المال وعندنا النار، ولكن نحن اليوم بقينا ضعفاء، ما عندنا قوة، وهذه هي الدنيا، وسقط من رأس. طيب مثل هذا يعني أولا نعتبر بأن إيماننا بالله سبحانه وتعالى، تعلقنا بالله سبحانه وتعالى بكل ما نملك، إذن هذا هو الذي ينفعنا في تركيبتنا الاجتماعية،
ينفعنا في بلدنا، ينفعنا في مسيرتنا، ينفعنا في آخر في دنيانا وفي آخرتنا أيضا كذلك. فينبغي علينا أن نتجه إلى الله سبحانه وتعالى ونذكر الله سبحانه وتعالى وندعوه، نتضرع إليه بطريقة فردية، يعني اللي هو في داخل بيوتنا ما يشابه ذلك، نتضرع إليه، نتوب إليه، نتصدق، نقدم الخير للآخرين لكي ننال رضا الله سبحانه وتعالى، وفي هذا هو سعادة الدنيا والآخرة إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. في نهاية هذه الحلقة نتفضل بجزيل الشكر لفضيلة مولانا رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سماحة الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى على هذا الطرح الطيب والجميل والمفيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل منه هذا العمل وأن تجد هذه التوجيهات أذنا صاغية، وحتى نلقاكم أعزائي المشاهدين في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.